السلام البنات، اليوم جينا ان شاء الله نقدموا لكم فقاس مالح بمناسبه عاشوراء. هادو المقادير اللي عندنا هنا خاصين بالعجين وبالتزيين. عندنا الطحين، عندنا اربعه البيضات، عندنا نص كيلو ديال الزبده. خذوا النوع اللي بغيتوا، لا بريري، ليليا، المهم هذا النوع اللي كيكون في الباكيه. عندنا الفرماج محكوك، عندنا الزعتر مطحون، عندنا الزعتر ورق، عندنا لاموطارد جوج ماركات، عندنا لاموطارد بالحبيبات ولاموطارد عادي، عندنا شويه الخميره ديال الخبز، عندنا الهريسه، عندنا البزار، عندنا الملحه، عندنا جوج خمارات ديال الخبز، وعندنا اربعه ديال الفرماجات مثلثين. غنبداو ان شاء الله. فرماج، ملعقه كبيره ديال لاموطارد، نديرو معلقه ديال لاموطارد الونسيان حبيبات، نديرو الملحه، يعني تقريبا معلقه ديال الملحه صغيره ماشي كبيره، وغندير واحد المعلقه ديال السنيده، نسيت ما قلتها لكم قبيله باش كتعطينا اللون الفقاس ملي كيطيب. وشوية البزار، دابا غنخلطوا هاد المقادير نسجم مع بعضياتها. فرماج والزبده والموطارد مليحه والسكر والابزار. دابا غنزيدو البيض، دابا غنزيدو واحد الكميه ديال الفرماج تكون في العجينه لداخل، نباكيه غنخدمو نصها برا ونصها لداخل. نزيد واحد المعلقه صغيره ديال خميره الخبز، غير شويه، غير معلقه صغيره، وجوج خمارات ديال الحلوى،
دابا نديرو الطحين، الطحين كنبقى نزيدو بالتدريج شويه بشويه. حنا كنجمعو. رؤوس الاصابع ديالنا باش ما يطلقش لنا الطحين الخيط. دابا ملي كنحسو بها مابقاتش كتلصق لينا في يدينا كنعرفوها راها وجدات. صافي دابا غادي ان شاء الله نجمعها وغنقسمها على خمسة وغنديرها في ميك بلاستيكات غذائيا ونديرها في الثلاجة واحد مدة شي نص ساعة هكا كتشد راسها عاد غنرجعو نخدموها. دابا واحد القسمه البنات غنديروا فيها الزعتر مطحون وندخلوه فيها مزيان. دابا غنديرو منها باكيطات رقيقين وندخلو من المجمد تيبداو يجمدو عاد غنخرجوهم نقطعوهم ان شاء الله. البنات غنديرو واحد المعلقة ديال التحميرة القسمة الثانية هادي دابا عندنا وغنزيدو معاها الهريسة باش تجينا حارة. صافي وكنخلطوها حتى هي وغنديروها باقيطة رقاق وندخلوها للمجمد. تبان لكم راه ما تخلطاتش مزيان الهريسه مزيان كتجي فيها هكا كتجي بحال ما غبغي. ما كتجيش حمراء لون واحد. واحد القسمه البنات هي نشدوها نقطعوها نصيبوها من طيبعات صغار ان شاء الله وندهنوها بالصفر البيض ونرشو عليها الزنجلان من الفوق. هاي صغيورين نخليهم شويه ما كنخلقوش بزاف العجينه نخليهم شويه.
اصفر بيضه البنات وكنزينوا عليهم واحد شويه ديال اللي عندكم صوص باربيكيو ولا صوص الجيريان ولا مع شويه تعطينا اللويين وصافي. عندكم ولا صوص الصوجا حتى هي كتجي مزيانه باش ما بغيتو وكندهنوهم. ودابا غنرشو عليهم البنات الجنجلان. القسمه البنات اللي بقات الاخرى الخامسه غنزيدو عليها غنزيدو فيها الفرماج واحد شويه ديال الزعتر هذا اللي مطحو نخدمو بها دوك لي كرواسون صغيورين مالحين. دابا كنورقوا العجينه وكنقطعوا بحال هكا مثلثات صغار هما اللي كنخدموا بهم ديك الكريويصه بحال هكا. غنديروها باكيطات هما غلاض على ديال القبيله غندخلهم حتى المجمد يشدوا راسهم مزيان غنخرجوهم غندهنوهم بلا موطاغد ونمرمدوهم في الفرماج وعاد نقطعوهم باش ندخلهم يطيبوا. داك الصفر ديال البيضه البنات اللي دهنا به الحلوى قبيله كيبقى منه واحد شويه ما كنضيعوش كنزيدو عليه واحد المعلقه ديال الموطاغد كنخلطوه مزيان وكندهنوا به هاد الباكيطات الغلاض اللي دخلنا المجمد وجمدو ندهنوهم بحال هكا مزيان كاملين. وكنمرمدوهم كنديروا هنا الخليط ديال الفرماج مع شويه الزعتر ورق ماشي مطحون. دابا ملي غندهنوهم كاملين غنعاودو ندخلهم المجمد تيشد فيهم هذاك الفرماج مع ديك لاموطاط ديك الصفر ديال البيض اللي بقى لينا عاد نخرجو نقطعوهم وندخلهم الفران اللي يطيبو ونتلاقاو من بعد. البنات دابا ها الفقيقصات ديالنا مالحين اللي صايبنا ها هما الاشكال بخمسه. هذاك اللي درنا بالمطبع بالزنجلان ها هو دابا اللي دورنا مربدنا في الفرماج وفي الزعتر وهذا ديال الزعتر بوحدو رقيق وهذا الحار وهذا اللي بالفرماج والزعتر اللي داير على شكل كرواسون. وبالصحة والراحة.